قلبي اللي انت ناسيه وانت قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي عليه الغالي عليه قولي العين في العين وانت ولا داري بحالي والاه تبقى هين قلبي والفكر اللي جاني العين في العين وانت ولا داري بحالي والآه تبقى هين قلبي والفكر اللي جاني العين الاثنين والله خدوا مني ليالي قولي ده كان فين قولي كان ملك ومالي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه وانت قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي عليه الغالي عليه قولي لك عندي كلام احلى من اجمل رواية لك عندي كلام احلى من اجمل رواية عن اجمل غرام عن أجمل غرام عن أجمل غرام لك عندي كلام أحلى من أجمل رواية لك عندي كلام أحلى من أجمل رواية عن أجمل غرام عن أجمل غرام لما كان قلبك معايا آه من الاتنين والله خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ملك ومالي قلبي اللي انت ناسيه قولي قولي عملك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي عليه الغالي عليه قولي مستمعنا الكرام هذه هي أجواءنا أجواءنا في رواق الحياة رواق الجمال رواق الفكري رواق الطربي رواق البحث العلمي هذه الليلة يلتقي الفكر مع الشعري مع فن الغناء ومع الطربي الأصيل معنا ضيوف من تونس ومن العراق الشقيق ستكون معنا بعد حين وهي في الاستماع إلينا الباحثة لبنى مفتاحي المحرزة على شهادة الدكتوراه في بحث موسوم بسيميائية صورة المرأة في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام تعطير الدكتور عبد العزيز شبيل وسيكون معنا وهو في الاستماع إلينا أيضا الفنان الأديب من العراق الشقيق سالم عكيدي وفي الأستوديو معنا للمحاورة الأستاذ ناجي العجبوني الشاعر الباحث الأستاذ نجاة الضفاوي وهي مدعوة في عيادة الفيلسوف من أجل علاج الحضارة معنا في الأستوديو وهذا الصوت الطروب نجاح الرمضاني فكانت قد أدت الأغنية الأولى ولنا معها لقاءات أخرى بمرافقة موسيقية للمايسترو معز بن سعيد ما هي مباشرة مع المكالمة الهاتفية الأولى الأستاذ لبنى مفتاحي أستاذ لبنى ألو مرحبا
أهلا وسهلا ومرحبا، كنت معنا في الاستماع في هذه البداية الموسيقية، ونواصل معك فيما ذكرنا من التطرق إلى بحثك الذي نلت به شهادة الدكتوراه، سيميائية صورة المرأة في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام. معك مباشرة الشاعر نجي العجبوني، الحوار بينكما ونتداوله معا. شكرا. مرحبا دكتورة لبنى. مرحبا، أنا شاعرنا الكبير وصديقي العزيز الشاعر نجي العزبوني، تحية طيبة وتحية لكل الحضور وكل المستمعين لإذاعة الحياة، وتحية من تونس الخضراء تصطحبها ورود الدنيا وكل الرياض إلى العراق العظيم. شكرا دكتورة لبنى، سوف نتحدث قليلا في موضوع أطروحتك الموسومة بصورة سيميائية صورة المرأة في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام. هذا البحث الجامعي أكيد وراءه مغامرة فكرية، وأكيد وراءه حس نقدي. أنت دواعي تخيرك لهذه المسألة أولا؟ شكرا على هذا السؤال النير والجميل شعر نجي عزبوني. تحصلت على شهادة الدكتوراه بملاحظة مشرف جدا، أطروحة عنوانها سيميائية الأنثى في الشعر الجاهلي ثم القرن الأول الهجري، وهذا عنوان كان الداعي الكبير لاشتغالي على هذا العنوان، وخاصة المنهج السيميائية وهو مصطلح حديث كما لا يخفى عليكم. طبقته على شعر قديم، وشعر هذا شعر الغزل كان هو كان غرض ليس مستقل بذاته، لكنه استقل بذاته وأصبح غرضا مكتفيا بذاته لا خادما لغيره من الأغراض. لذلك المرأة كانت سيدة هذا الغرض، ونحن نصف المجتمع نساء، والنساء سيداتنا وأمهاتنا وحبيباتنا وكل شيء يعني في المجتمع. لذلك اخترت هذا اختيار في الحقيقة كان اختيار ذاتي وشخصي للموضوع. ألف مبروك نقولها لهذا البحث، والأكيد أن هذا البحث هو مغامرة فكرية كما أشرت. لماذا؟ لأنه موضوع صعب في الحقيقة وخطير، وخطورته تكمن في مدى أهميته، ذلك أن السيميائية مبحث حديث، والنصوص التي اشتغلت عليها تتوزع بين فترتين، فترة الجاهلية وصدر الإسلام. وكما نعلم وكما أشرت الدكتورة لبنى أن الغزل لم يكن غرضا مستقلا بذاته في المدونة الجاهلية، وإنما كان قسم النسيب الذي تحول فيما بعد مع صدر الإسلام أو القرن الأول الهجرة كما يحلو للبعض تسميته إلى شعر غزل. إذن هذا الموضوع سيميائية صورة المرأة في الشعر الجاهلي، يمكن لهذه الصورة أن تلتبس بصورة الأنثى، كيف يمكن لنا أن نخرج من هذا الضيق إلى اتساع صورة الأنثى بوصفها لها إحالات مرجعية أخرى؟ نعم دكتور نيزي، أنت تطرقت في مستهل كلامك وقلت أن عنوان صعب ومبحث صعب ومرير، لكن نحن تذوقنا حلاوته في الأخير بملاحظة مشرف جدا. حقيقة كان الاشتغال على هذا البحث صعب، لأن مراجعه كما نعلم أن هذا المبحث وهذا المنهج خاصة هو منهج حديث، وتكون المراجع فيه بقلة حقيقة، وحتى تطبيقه يصعب على المتن الشعري القديم خاصة. لكن هذا فرض نفسه مع الأنثى التي تحولت من الشعر الجاهلي إلى القرن الأول، كانت امرأة، كانت صورة نمطية لامرأة لا تكاد تظهر بجلاء، خاصة مع شعراء الجاهليين الذين اختفت المرأة وراء حب شاعر يتغزل بها ويضعها في مكانة القداسة، وتكون ويذكرها بأسماء مستعارة، ويخشى عليها من الواشون ويخشى على من الواشين ويخشى عليها من كل سوء. لكن أصبحت امرأة فاعلة في الشعر الجاهلي، وأصبحت تحب وتعشق كما يعشق الرجل، وتضرب له المواعيد كما يقول عمر في أحد رأياته،
وتصبحت امرأة لا تخجل ولا خوف عليها فيها، وأصبحت يعني مثلها مثل الرجل كما نقول نحن الآن المساواة بين المرأة والرجل. فشهد العصر صدر الإسلام تحرر للمرأة وتحرر كذلك منه إلى النسيب، وأصبح الغزل غرض مستقل بذاته. كتب فيه العديد من الشعراء وتغزلوا منه الشعراء سرا وزهرا، وكانت المرأة سيدة هذا الغرض. شكرا دكتورة لبنى. آخر سؤال يحضرني الآن، المناهج الغربية ومنها المبحث السيميائي، بعضهم يرى، وأستاذك المؤطر قال هذا في إحدى تدخلاته في محاضرة من المحاضرات، أن معضلتنا في مناهجنا أن نسقط المنهج الغربي أو هذا الوافد النقدي الغربي على نصوص لها من خصوصيتها وحرارة إنشائها العربية، ألا يمكن أن يكون هذا من مشكلة المشكلات؟ نعم صعبة. هو في الحقيقة تطبيق مصطلح أو منهج حديث على نص شعري قديم، لا نقول أننا طبقنا هذا المنهج تطبيق تام. أولا نحن نعلم أن هذا المنهج أصبح منهج قائم بعد مجيء الفيلسوف الأمريكي، خاصة سير ساندرس بيرس، والفيلسوف السويسري فردناند سوسير، ثم الناقد الإيطالي أمبرتو إيكو. هذا المنهج حار عديد النقاد وعديد الباحثين في إيجاد مصطلح مفهوم أو تحديد لمفهومه، مفهوم معين يوحد كامل النقاد لفهمه أو لوضعه على نص متن شعري. لذلك كل نص أو كل رؤية سيميائية تطبق كما يراها الكاتب أو كما يراها الشاعر في صوره الشعرية. لذلك لا نقول أننا طبقنا المنهج السيميائي أو تداولي كل المناهج الغربية. حقيقة يعني أمر صعب أن نطبق منهج حديث على نص قديم. ما هذا حقيقة، هذا هو من طرف الموضوع أن نطبق منهج حديث. أستاذ لبنى أستسمحك في تقبل المكالمة ليتفاعل معنا الأديب العراقي الأستاذ سالم عكيدي. فقط تحية لكي لا أنسى، أهدي هذا الإبداع وهذا النجاح إلى أستاذي الدكتور مختار العبيدي وإلى أستاذي الدكتور الطاهر المناعي، وأقدم له تحية، أقدم لهم تحية كبيرة جدا 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 إن شاء الله يكون في الاستماع. تحية. إذا تبقينا معنا في الاستماع، معنا الأديب الشاعر المبدع سالم عكيدي من العراق العظيم. أقول ألو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مستر نادي، أهلا وسهلا. مئة هلا. باقة ورود تمتد من العراق إلى القيروان، إلى إذاعة الحياة في القيروان في تونس الخضراء الحبيبة. نتمنى عليكم أن تعيشوا في رغد وسلام وأمان، وأن يعم الخير في تونس الخضراء التي فعلا ستظل خضراء ما بقيت إن شاء الله بمشيئة الله. شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة أستاذنا الكبير. شكرا جزيلا أستاذ سالم. إذن بالنسبة إلينا نقول لكم دائما إلى أهلنا في العراق، إلى أرض العراق، إلى نبض العراق، شكرا جزيلا لما قدمتم للعروبة دائما، وما زلتم تقدمون. تحية إلى أهلنا في العراق، إلى كل المبدعين، إلى أرض العراق الفيحة. تتفاعل معنا في هذا الغرض أستاذنا الجليل مع مبحث لبنى مفتاحي أو فيما أصغيت إليه خلال هذه الحصة، فلتتفضل. نعم، شكرا جزيلا ثانية، والشكر موصول إلى الدكتورة لبنى مفتاحي التي عالجت موضوعا حساسا جدا. انقطعت المكالمة الهاتفية. نعود إلى الاستوديو مستمعينا الكرام. ما زالت معنا الباحثة لبنى مفتاحي، أليس كذلك؟ ألو. نعم ألو. أستاذ لبنى، أنت مبدعة في باب، أنت باحثة ومبدعة، ولك في القص أثر منشور سيتداول فيه معك أستاذنا نجي العجبوني، تفضل. مرحبا مرة أخرى دكتورة لبنى. مرحبا أستاذ نجي، مرحبا. إذن سننتقل من البحث الأكاديمي إلى البحث الإبداعي. مجموعتك القصصية الموسومة بسيد الأستاذ، نعم،
هي مجموعة قصصية رأيت فيها جدية لا تخفى، وهذا يعني مشروع لقاصة. لماذا لم تفكري في كتابة رواية بدل المجموعة القصصية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما سلكك في هذا النمط القصصي؟ نعم أستاذ نيزي، شكرا لك على هذه الأسئلة القيمة. أولا الكتابة لو شخصناها أو نقول تكون التشخيص هي إنسان، والإنسان لو عرفنا الإنسان نقول أنه كتلة من المشاعر، لكن الكتابة هي كتلة من المشاعر، لكن هذه المشاعر صامتة على الكاتب أو الأديب أو الشاعر، مهما كان مهما يكون نوع من الكاتب، هو يفرغ شحنة هذه المشاعر في الكتابة، يعبر عن الناس بخواليه من مشاعر اجتماعية في الواقع نعيشها، سياسية خيالية أحيانا أو واقعية، أو يتمنى ما يتمنى أن يعيشه يكتبه الكاتب في رواية أو في قصة. بالنسبة لسؤالك، لما لم تكن رواية وكانت مجموعة قصصية، مجموعة القصصية هذه هي التي عنونتها بسيد الأستاذ، ضمت ثلاثة قصص من بينها عفراء، وهي قصة اجتماعية تحكي بطلتها عفراء تحكي عن هذه الفتاة اليانعة، عن حياة الاجتماعية والظروف القاسية التي عاشتها، وحقيقة وهذه القصة هي قصة حقيقية لفتاة تعيش ظروف صعبة وصعبة جدا، وظفتها أنا في مجموعتي القصصية. ثم قصة أخرى عنوانها اغتصاب أمل، وهي قصة حب فاشلة أبطالها عاشوا الحياة، عاشوا الواقع بظروف قاسية، عاشوا كل ما نعيشه الآن من الظروف التي حتمت علينا أن نغادر الواقع وأن نغادره وأن نتعايش معه بكل حالاته وبكل ما يؤتي منه من أشياء، أستاذة لبنى، كانت حلوة أو مرة. أستاذة لبنى، نعم، أسألك، ما هو الخيط الذي يجمع حبات مجموعاتك؟ يعني ما هو الخيط الرابط الناظم لأقاصيصه حتى تجتمع في مصنف واحد؟ وهي الخيط الرابط أنا أراه حسب رأيي هو الظروف الاجتماعية التي نعيشها في واقعنا اليوم. هي قصص واقعية فيها وفيها الحقيقة، يعني فيها من الخيال، يعني طبعا فيها من الخيال، أقصد هل فيها من العجيب؟ يعني فيها من فيها من العجيب، نعم، وفيها حتى من وظفت كذلك الأسطورة في القصة، ووظفت حتى التلاقح بين الأزمنة في الحاضر، وأحيانا نعود إلى الماضي، وأحيانا تكون البطلة تحكي في الحاضر وأحيانا تعود إلى، وهكذا هذا التلاعب بين الماضي والحاضر، التلاعب هو رجوحة بين في الأزمنة. لبنى، نعم، مفتاحي، تهانينا بتحصيلك شهادة الدكتوراه بهذا العنوان المغري بالاطلاعي، وإن شاء الله تتاح لنا فرصة قادمة لنحاورك بعد أن نطلع على متن الأطروحة أو متن المجموعة القصصية. تبقين معنا في الاستماع عبر اللايف ستريمينج الحياة فام .net، هناك سهم في أعلى الموقع تضغطين عليه وتتابعين معنا بقية الحصة. مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلينا عبر موجات إذاعة حياة فام 90.3، وتستمعون إلينا أيضا في تونس الكبرى عبر موجات إذاعة راديو بلاتين على ترددات 98.9. تحية للفريق التقني الذي يؤمن لكم هذا اللقاء من القيروان ومن تونس العاصمة، سيف الدين بولعراس، أحمد المخلوفي، سندس القفسي، محمد عزيز مصباح، ومعتز كامل من تونس العاصمة. فاصل غنائي ثم نعود، ابقوا معنا.